عايز اقول كمان ان الحكام المصريين النهارده كابتن في هدف كبير جدا، ان انا اتوقع ان شاء الله يعني سيتم اختيار طاقم تحكيم ان شاء الله مصري بالكامل في بطوله كاس العالم 2026 نتيجه الاداء اللي احنا شفناه في البطوله الافريقيه. عندهم مسؤوليه كبيره جدا، هم نجحوا وماشيين كويس، ولكن في مباراه في الدور الثاني هتبقى صعبه. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم كمان يكملوا المشوار ويأدوا نفس الاداء اللي هم عملوه يا كابتن هاني في المباراه. السؤال بس السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي او الناس كلها بتتكلم، طيب عندنا حكام كويسين وبيديروا مباريات صعبه، مباراه افتتاحيه كان 2023 مباراه افتتاحيه، مباراه صعبه، مباراه مش سهله من الضغط الجماهيري، كل رئيس الاتحاد الدولي كان موجود، رئيس الكاف كان موجود، ففي ضغوط على الحكم وبالتالي خرج بالمباراه بشكل اكتر من رائع. هيقول لك طب ايه الفرق ما هم بيحكموا بره وفي مصر؟ هل احنا مش شايفين هذه الكفاءه هنا في الدوري المصري؟ ما عندناش لسه على مستوى السوشيال ميديا الثقه الكبيره في حكامنا و يفتقد الثقة في نفسهم وبالتالي بيظهروا ساعات بأداء ممكن ما يكونش مرضي. على الجانب الآخر هم شايفين الناس هناك ازاي بتتعامل مع الحكم المصري بثقة وبتديله الثقة وبتديله مباراة افتتاحية، ده على الجانب النفسي بيفرق بالنسبة للحكم يا كابتن؟ كابتن هاني انت حضرتك سألت سؤال ومحتاج حلقة، لأن عوامل النجاح دي مش عامل واحد ولا اتنين ولكن عوامل كبيرة جدا. يمكن كابتن عمرو وكابتن حشيش يعني ينتفقوا معايا، عندما توفر العوامل والنجاح للحكم، احنا بنتكلم النهارده هم موجودين في بطوله مجمعه، كل شغلهم الشاغل هم قاعدين بياخدوا محاضرات، بيبتدوا يشتغلوا عملي في الملعب، بتوفر ليهم كل وسائل السبل عشان تنجح، دي حاجه مهمه جدا حضرتك بتتكلم فيها. وفي ناس كتير بتسال هو ايه الفرق؟ يعني وده سؤال مهم جدا البعض بيسال فيه، هو ايه الفرق ما بين التحكيم المصري في الدوري المحلي والتحكيم المصري في البطوله الافريقيه؟ التركيز زياده يا ابو كباتن، التركيز زياده عشان الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ومباريات متشافه. الله عليك الله عليك كابتن حشيش بيتكلم. اولا الدوافع موجوده كثيره جدا يا كابتن حشيش، هو زي ما حضرتك قلت كده ان هناك في تنافس كبير جدا جدا، والكل عارف ان دي بطوله ولازم انت كحكم يبقى عندك نسبه التركيز عاليه جدا، لازم تبذل فيها كل جهد عشان خاطر ليه؟ لان من هذه البطوله ممكن هيتم اختيار الحكام في معسكر الاتحاد الدولي اللي جاي، هيكون جاي هيتم اختيار معسكر للحكام لبطوله كاس العالم. فالتركيز موجود، المسؤوليه موجوده، هم ذات نفسهم كمان يعني عليهم عبء، هم بيمثلوا التحكيم المصري وهم كانوا عندهم المسؤوليه. كابتن هاني بنتكلم على عوامل كثيره كمان، الاجواء يعني انت بتتكلم في مباراه افتتاحيه جمهور، وفي حكام بتحب تلعب قدام الجمهور، يعني الحكام لما يبقى في جمهور الحكم زي اللعيبه، اللعيبه تحب تلعب قدام جمهور، زي الممثل بيحب يمثل على مسرح امام جماهير. وبعدين الفرق مش عامله اي ضغوط على الحكم يعني، وعدم وجود ضغوط، والفرق كلها الحقيقه ملتزمه بشكل كبير جدا، ودي نقطه بتساعد الحكم. شخصيه الحكم اكيد مهمه، لكن كمان يعني تعاون اللاعبين لانهم كلهم بيلعبوا في اوروبا ومعظمهم بيلعب في اوروبا يعني، فعارفين ان الموضوع الكلام مع الحكم كتير والمناقشه كتير اللي بتحصل هنا في الدوري المصري مش موجوده. عايز ازيد على ده كمان يا كابتن، ان كمان حكامنا بيلعبوا باسم مصر زيه زي اللعيب، يعني بيقول الحكم المصري اكس والحكم المصري اكس اذا كان على الفار، وبالتالي هم كمان عندهم مسؤوليه ان هم بيلعبوا باسم مصر وعندهم طموح باذن الله ان هم يتواجدوا في كاس العالم 2026. كابتن هاني حضرتك قلت وكابتن حشيش وعمرو قلتوا كلام جميل، وهي المسؤوليه نمره اتنين. العوامل النجاح وانا قلت حضرتك كتيره جدا جدا، من ضمنها احترام اللاعبين للقرارات التحكيميه، يعني في احترام وفي ثقافه تحكيميه عند اللاعبين. صحيح. ان هم ازاي يحترموا الحكم، هتبص تلاقي الحكم بيلعب في اجواء مش مضغوط، نمره واحد. نمره اتنين كمان التفاهم ما بين حكام الساحه وحكام المباراه كابتن هاني، وده اللي احنا نفسنا نشوفه في الدوري المحلي. بمعنى ايه؟ كابتن هاني انت حضرتك حكم وانا مثلا حكم فار معاك، لما بجيب الكابتن هاني في لعبه بجيبه طبقا للبروتوكول، وفعلا اللعبه بتبقى محتاج تجيب فيها الحكم. اللي بيحصل عندنا للاسف، واحنا يعني يا ريتني احنا الاخطاء ديت نبعد عنها، عايزين نتعلم اكيد لسه، اختلاف الحكم مع الفار. يعني عندنا في الدوري المحلي بيجي الحكم للفار ويشوف حاله، وبيبقى الحاله فيها فعلا المخالفه موجوده، وبيرجع الحكم ياخد قرار تاني. هناك في لجنه الحكام في افريقيا مفيش الكلام ده يا كابتن، ما يقدرش يعمل كده، في حساب. يعني انا طالما جبتك معنى كده ان انا عندي طبقا للبروتوكول حاله واضحه انت يمكن ما شفتهاش،
ولا بنسبه 100%. يا كابتن ناصر عايز اقول حاجه بس يا كابتن ناصر. ايوه. الطبيعه بص هي اصلها ثقافه واحده وطبيعه واحده للمصريين. زي المصري جوه بلده ما اتبعش التعليمات، اول ما يطلع بره ويخش في منظومه بيلتزم. هو نفس القصه برضه. هي بس عشان طبعا اتفضل. بص يا كابتن حشيش هقول لك على حاجه مهمه قوي. ده اللي انا نفسه اللي انت قلته ده نفسي يتطبق هنا. بمعنى ايه؟ عشان كده بنقول ايه؟ تعيين حكم الفار يا كابتن هاني لابد ان هو يكون حكم عنده خبرات كبيره جدا جدا جدا، يكون مستواه يعني يكون زي مستوى الحكم. ما احط حكم دولي هنا في مباراه محليه لابد ان انا احط له حكم فار في مستوى الحكم. ليه؟ لان النهارده الحكم الصغير على فتنه الفار ما عندوش خبرات. ربما يجيبوا في حاله هو الحكم الفار احيانا خبراته قليله، بيجي الحكم الدولي مش مقتنع، هو ده اللي بيحصل المشكله. ولكن لما نلاقي النهارده محمود البنا، محمود عاشور على الفار هناك، حكام لعبوا مباريات كبيره، حكام عندهم خبرات، لما بيجيب الحكم ما بيهزرش. ألخصها لك يا كابتن في حاجه واحده، كلمه واحده بس، معلش انا اسف وهسكت يعني. بره ما فيش معلش، هنا في مصر في معلش. دي اليافطه بس.